ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة سلطة جميلة قوي، الكل بيحبها وخطيرة بجد، مليانة كلها كالسيوم وبروتين ومعادن محتاجها الجسم، وكمان حلوة قوي للدايت، خطيرة بجد هتعجبكم. يلا نشوف مقاديرها. السلطة طبعا كل ما بيحبها هي سلطة الحمص. عندي حمص انا كنت نعامن بالليل ممكن من 6 ل 8 ساعات، باخد منه 2 كوباية وبحط لهم مية في حلة وبسيبهم يتسلقوا، وبحط لهم 1/4 معلقة من البيكربوناتو لغاية ما تكون استوت كده وتكون طرية خالص. بعد كده بجيب عندي الخلاط، بضيف عندي الحمص وبحط كل حاجة بقى اللي احنا هنشوفها دي. عندنا ملح وكمون وبابريكا، مش عايزة اضيف الفلفل الاسمر عشان ما يبانش قوي في السلطة. ممكن كمان نستخدم التوم، جبت 4 تومات وعملتهم بهراسة التوم وحطيتهم برضو في الخلاط. وبعد كده بضيف عندي هنا الطحينة، ضفت 3 معالق من الطحينة. الطحينة طبعا برضو فيها سمسم وفيها كالسيوم. ضفت كمان عصير ليمونتين وضفت شوية من التلج. التلج ده مهم جدا، هو اللي بيخلي عندي السلطة تكون لونها فاتح كده، فمهم قوي خطوة التلج دي. ضربتهم بقى في الخلاط، ممكن نضربهم في الكبة او ممكن بالهاند بلندر على قد ما نقدر. بعد كده بجيب عندي شوكة وبعمل الخطوط كده بالشكل ده، بجيب طماطماية وبعملها بقشرها كده بالشكل ده عشان هعمل بيها وردة كده بلدي في النص. معلش الحتة دي ما تصورتش. بعد كده بقى ممكن نزينها بالبقدونس والخيار مقطع ترانشات بالشكل ده، ممكن كمان نضيف لها زيت الزيتون، جميلة جدا. ولو حابين برضو نضيف عندي البابريكا، انا عم جبت شوكة وغمستها كده في البابريكا وبديت نوع من التزيين، يعني شكلها حلو وكمان فيها البابريكا مديالها لون حلو قوي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.